عليها لو سمحت، يا لو لد. سمحت، لو سمحت يعني. لا مو لا، اذا معقولة قلوب تشغلني، العذارى يا مو قلبي، معقولة تشغلني طول الوقت مجرا طلع بسألك هذا وعافيتك قلبي. وحالتي حالي. يلا لو سمحت، يلا يلا بسرعة، يلا هذا أستاذ محمد موجود القاضي. انا غلبان، احكم بين، لا 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 مجرم يحكم هذا طلع بيننا يلا. قلبوش هذا يا شوف شوف ولد. ويسوي حركات يخليني أغار واستفز، وشوفوا أنا أعترف كشوفوا هذا إذا صار هيك الكلام معناته أنا يلا. كمان بدي قلبي يا قلبوش، أنا كمان حبيتك. أيوة أيوة يلا 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 رجعني الإجابة لو سمحت، لو سمحت. وكل لحظة خليتني أتنرفز فيها وأحاتيك فيها وأغار وكل شيء وأصارخ وأزف وأتكلم بالتليجرام يلا لو سمحت التعويض فورا. هلا يا كريم، يعني ما يسعد لا قلبك، معلش معلش يا قلبوش، انت ما نورتينا، قلتش، معلش يا قلبوش انت ما قلتش المعلومه كامله. انت قلت هم صوروا ايه بالظبط عشان الناس تعرف؟ انت عارفني ما بسيبش النقط المهمه دي. صوروا ايه بالظبط؟ ها طبعا حماد الحطب، حماد الحطب هذه ام عيون قريب، مش عارف على ايش صحيح ولا هيك. المهم هي هذه، انا قاعد عم نظف الشباك، فهي نزل شوي، نازل شوية الشورت وارتفع شوية الفيسبوك، فبين نصف المؤخرة. فهي دغري لقطت لي سكرين، انا طبعا قارب الكاميرا فعلى مسافة مبينة، فهي دغري لقطت مقطع فيديو يا ريس، وقالت بتزني فيه بتعطيني، يا بتعطيني 2000 دولار يا بدي ايوه افضح قدام الرايح. هذه قلت القاضي، لها هذه محمد الطيف، انا هذه بضرب الطيف قاضي على على دعواي لو سمحت. قاضي محمد ضيف في على حملة دعواي دلوقتي دشلها أحد المصريين لحماية الرجالة، أنا انضم للحملة دي يا كلبوش، أنا لو منك يعني. والله لو إسماعيل انا عامل إيه ال100 قصة حمله، تعالى والله حماية لو انا الرجالة؟ ال100 حمله، بصي بقى هقولها لك بالمره، إيه؟ لو عمل 100 حمله لو وقفت رجاله العالم كلها قصادي هاخد حقي ها؟ منك يا قلبوش، هاخد حقي منك يا قلبوش. أيوة، طب نعمل إيه؟ نجيب المأذون ونيجي طب، ولا نعمل إيه؟ مساء الخير. لا 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 لحظه لحظه عشان ما تطلع اشاعات ثانيه، لحظه لحظه عشان عشان بس ما تطلع اشاعات ثانيه. قلبوش روح قلبي ويدري بغلطي عندي، لكن إذا بيصير شيء راح يصير علانية وقدام الكل، وأنا أحترمه وأحبه وأقدره، وإنسان وانا اكيد سليم انا خط متشرف اذا صار أحمر شيء، ما عندي مشكله. بالضبط بالنسبة لي، خط أحمر وصدقه. اللي لو بسوي كان تعالى وين؟ بيصير شيء بيصير علانية، أنا واحدة ما أخاف ولا أخبي ولا أتخفى، وأتشرف فيك أصلا يعني. يسعد يعني لي بعد قلبي، البلدين مستمعين ظروفنا مستمعين، تختلف وانا اكبر في كل الأيام، شرف بس اصلا، هذا اللي يعني أقوله. اصلا وجودي بيناتكم من الاساس هو اكبر شرف، وجودي بيناتكم، تواجدي بهاي انت الكبير بتاع الناس دي، بتاع القعده دي. يا استاذ محمد انت راجل محترم، وانت لازم تكون مقدم، احنا تعلمنا كده. اسكندر حبيبي، الراجل راح خلص من عندك، طلع فتح بس، طلع فتح بس عليا يا اسكندر، انت منك لله، عارف، لكن انت وريته منك مستواه، وريته حجمه الدكتور. ايه رايك منك بالاستاذ؟ لله. ما كانش يعرفني، ما كانش يعرف. ما هو انت مش عارف، انا عندي خطط جهنميه، انا بطلع ابو عائشه عرفتني بالسير يرغي يرغي يرغي، فبتشجعوا المسلمين بيجوا. حبيبي اسكندر، تحياتي لجميع الأصدقاء الموجودين بالكاست. تحياتي أستاذ محمد، طمني تحية عنك، طيبة عزيزتي الجميلة هانم، كيف أحوالك يا أبو عمو؟ كيف صحتك؟ تمام. جميل. هلا بالنسبة لقلبوش المتحرش، ما بعرف هو يعني، هو عم يلعب بديله ما بعرف. تنصب بي يخرب بيتكم على كيفكم. يعني هو صراحة عم أنت يبعثوا لي، حتى بيشكوا لي عليه يعني، بيبعثوا لي انه هو متحرش، فانا ما كان بايدي غير اني ابعث له صورة عن المحادثة. تحياتي للجميع، دكتور خالد، سهيلة، وادم، واسكندر، مريم، ليلى، ما مهلا بعرف حالك، اقدر. ضحكتني سارة بالتعليقات، صوت أبو الدرداء سحرها، هذا تحرش على فكرة. أبو الدرداء صوته حلو يا عم، أيوة سارة ماشي، بس بدي على أشيل فكرة عيوني يعني، أصلا، أنا حق علي، حق علي ما تفضل. على فكرة ما أدري إذا أنتم يعني
ما أريد أسميها التحرش، ولكن أنا عن نفسي يعني أنا شفت تقلبات العالم العربي يعني من ناحية التغزل مش التحرش، وربما يوجد هناك تحرش أصلا، يعني هنا ممكن يوصل أحيانا لعملية وضع الإيد وكذا على جسم الرجل، ولكن من ناحية الكلام والغزل يعني أحيانا بيكون غزل أكثر من عفيف، يعني مش عفيف كثير، يعني صارت كمان ظاهرة يعني حتى مزدوج، يعني في نساء كثر صرنا كذلك يجرؤنا أنه مثلا لما يشوفوا رجال جميل أو يشوفوا رجال أنيق أو يشوفوا رجال يعني هكذا يعني فيه إثارة أو كذا، ما صار كثير من النساء يعني بتخجل من هذا الكلام، بل ممكن تجي تقول له هذا الكلام يعني وأحيانا قدام الناس. معلش يا أستاذ محمد، السيدة راحت للرسول قالت له ألك بي حاجة؟ يا نهار اسود. لحظة شوي، أنا راح خليكي تطلعي لي رد، يا طبعا ردت عليه رد رد رد، راح خليها تطلعوا هلا حملت الحطب على الكاميرا، بس بهلا أثناء راح أعطي ليلى تحكي لأنه هي طلبت مني بدها دقيقة. تفضلي ست ليلى. ليلى ليلى عفوا. عسلامة. أنا مشكلتي اللهجة، مش باش تفهموني خاطر لهجتي، وزوجي ممكن تفهموا شوية. زوجي مسلم عليك كتير ويحبك كتير، متابعينك والدكتور خالد ومحمد صالح وإسكندر وكل، بصراحة احنا متابعينك، بس أنا بدي عشان اللهجة ما تفهموها بدي اهديك أغنية بتلخص كل شيء. طبعا حابين يكونوا متواجدين معنا، بتمنى للكل انه السعادة الفرح. انا شخص بشكل عام انا بحب الكلام الحلو، انا انولدت بحب الكلام الحلو. انا بحكي مع امي ما بحكيها مرحبا يا مو شلونك شو اخبارك، انا اول كلمة بقول لها كيفك يا روحي كيفك يا عمري كيفك يا قلبي، فورا هيك انا بدخل مع امي بهذا الكلام. تفضلي حمد معك، انت فيك تطلع شو اسمه من الرد اللي ردته. فأنا هيك متعود مع أهلي متعود مع خواتي، هيك بحب دائما أني سمعهم هذا الكلام، بحس حالي أصلا لما سمعهم هذا الكلام بحس حالي مرتاح، أنا غير هيك ما برتاح إلا إذا أعطيتهم هذا. طبعا الرد كالآتي، هي طبعا أنا الرد عندي، ولكن كمان أنت قريت فضلي محمد الحطب، وأنا كثير عجبني الرد. يمكن إذا أنت تقرأ أضبط، لأنه أنا أصلا يعني مو باين علي تماما بالصورة. هلا أنا راح أقرأ لكم الرد طبعا بشكل رائع، طبعا إجا مني. شفت يا أبو يا أخي محمد، هيقدموا حمدنا والله. أنا تقريبا الآن فقط شايف مش لابس النظارة، ما بقدر أقرأ يعني، آسف. أنا راح أقرأ لك عن الدروز، كان عم يحكي حتى عن الدروز بالبداية، وبعدين أنهى الحديث بأنه هو ما يعني أنه قلبوش متحرش وبيطلب أرقام تليفونات وإنستغرام وهالأمور يعني، ورح يفضحه. رسالته كانت كالآتي: لماذا هذه الرسالة موجهة لي؟ شاركت التنوير بالعلم وجهتي رسالة لي، كل إنسان حر بوجهة، طبعا هي موجهت له رسالة وجهة نظره، وأنا كنت أدعم جميع، هو قصده جميل، جميع البثوث ومنها أنت والتنوير وكل الأصدقاء ما عدا قلبوش، دعمته كثير ما بعرف لا مين هو ولا شايف. هل نحن نتكلم عن شخص معروف ولا لا؟ أنا ما بعرف. حساب اسم The Punisher أستاذ محمد، الجلاد او المعاقب او اوكي. انا برضو ما اعرفش، ما اعتقدش ان انا شفته قبل كده اصلا الحساب. المهم ولا انا بعمره مش هورجيك اسم الكتاب واللي شافه قبل. لا 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 يخبرني فبعدين قلبوش. اسمح لاخوك لحظه، يعني انتم الان تتكلمون بهذه الطريقه عن شخص مش معروف؟ فكر ما يحتاج يا قلبوش، عن جد ما يحتاج،
هو نكد على ده برضه راي، ده برضه راي، ده برضه راي، ممكن ده برضه راي. لحظه اعطني، اعطني 10 ثواني. لحظه حبيبي اعطني 10 ثواني. هل هذا الانسان يعني معروف شخصيته، اسمه، رسمه، اي حاجه؟ هل هذا الانسان لا 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 بالعكس، القضية وين؟ القضية انه هو مجمع عدد من الناس وبده يفتح كان لايف على الانستغرام. يفتح يا قلبوش، يفتح 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 يفتح. انا يا ريت اعذرني. اوكي بس اسمع من اخوك حبيبي قلب. اسمع، انت تعرفني، انا بحياتي ما بتدخل انه مين يدير اللايف باي طريقة، صح ولا لا؟ ما بتدخل بمثل هذه. اكيد اقول لك كلمة من يعني كلام اخوي، أنا أقول لك أنا كيف بتعامل مع هذه الأمور. هناك أنت الآن واحد من الشخصيات المشهورة، عرفت كيف؟ والشخصيات المشهورة شيء طبيعي أنه يجي لك ناس يحاولوا يشتهروا على قفاك، يحاولوا يعملوا قصة على قفاك، يحاولوا يعملوا موضوع على اسمك، عرفت كيف؟ أنت كل ما راح تعطي مجال لمثل هذا الموضوع، أنت كأنك تأتي وتضع نفسك بالضبط بالفخ الذي راح ينصبوه لك. هذا هو رأيي، فأنت حر طبعاً كيف تتصرف، ولكن أنا عن نفسي أنا فتحوا في بثوث قالوا في أكثر من هذا. أنت تعرف أنا فتحوا في بثوث قالوا إنه هذا اغتصب أخته أو تحرش بأخته إلى هاي الدرجة من السفالة، فهم كيف؟ فبالتالي أنا في تصوري يعني أستاذ الدكتور خالد، ما أدري إذا يعني يأيدني بهذا الموضوع، أنا اتعلمت شغلة من أيام ما كنا يعني بمناسبة ولا يخافون لومة لائم، يعني كنت أقول يعني وكنا سمعنا هذا من مشايخنا، وهذه طريقة الكثير من الإسلاميين ونعتقدها طريقة جيدة. فكنت أقول أن الإنسان الداعية المفروض يكون مثل المؤذن، يضع إيده في ودانه ويصرخ ويصيح ويأذن للي هو بده اياه، يأذن للصلاة. أنت الآن تعمل نفس الشيء، حط إيدك في، أو أنا يعني عن نفسي كلنا، الواحد يضع إيده في وذانه بحياته. مثل هذه الحملات ما راح تنتهي على فكرة، لا في موضوع البنات، ولا في موضوع السب، ولا في موضوع الخلاف، ولا في موضوع الأمور الشخصية، ولا في موضوع أهلك، ولا في موضوع زوجتك. يا رجال، أنا ولد وصل به، يعني رجل يعني هكذا وصل به الصفاقة، عرفت كيف؟ أنه طلع باسمه وبشكله وبفيديو ها قدام الناس يقول أنا شفت بناتك المغتصبات، يعني عرفت كيف؟ أنت مستوعب الكذب ممكن يوصل لأي درجة عند الناس؟ أنا أقول لك طالع بوجه. تصور أنت الآن تأتي وتقول لي واحد مش معروف عمل عليك قصة، وأنت تريد أن تستمر في هذه القصة وتبين موقفك من هذا. أنا أعتقد أن أخلاقك، يعني الآن كم سيدة معانا؟ واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، عرفت كيف؟ نصف الجستات سيدات. هل تعتقد أنه هذول الناس، هذول السيدات اللي معانا، يعني ناس، أو الناس اللي موجودة معانا ناس يعني ما بتفهم، ما بتعرف؟ هل يوجد شخص يعني قليل أدب أو قليل ذوق أو قليل احترام للمرأة أو يتحرش بالمرأة تطلع مع السيدات؟ بحياتك ما بتشوف هذا الكلام. فبالتالي حبيبي وردة، يعني أنت نصيبي نصيبي أنه بس بدهم شغلة ينعطوها عنا، ومعك حق، أنا أعطيته حجم أكثر ما بيستاهل بالنسبة لهالحكي. معك حق يعني. انا عايز اقول لك كلمه يا قلبوش لو سمحت يا دكتوره. دكتوره بس لو سمحت لحظه بس يا دكتوره، لو سمحت بس لحظه يا دكتوره، لحظه يا دكتوره. اتفضل. انت طبعا يا قلبوش انت تعرفني، او احنا نعرف بعض قبل ما نعرف ان المجموعه اللي معانا كلها. تعرف طبعا ان احنا تقابلنا اول ما دخلنا على التيك توك سوا، ونعرف بعض قبل ما اعرف الاستاذ محمد واسكندر وكل المجموعه، ما كنتش اعرف. وانت عارف اللي حصل معايا في شهرين ثلاثه، انت ادرى واحد وكلام واصله. انت فاكر انا عملت ايه؟ هل انا رديت باي رد؟ هل انا رديت باي رد؟ انت عارف والكلام واصلك، وعارف اللي انت بص. ولا على فكره
حتى الناس اللي سبوني من الناس اللي هم قريبين مني او شتموني اديت لهم العذر والتمست لهم العذر، وقلت يا جماعه انا قلتها مره وهقولها للجميع تاني، نحن لسنا قديسين ولسنا انبياء، احنا بنطرح طرح معين، اللي عنده رد على هذا الطرح يتفضل، اللي شايف ان احنا غلط يتفضل في الطرح، اما لما نيجي نقول للناس تعالوا اتبعونا لان احنا انبياء ولا احنا قديسين ولا صالحين ولا الكلام ده، من حقه ساعتها يجي يقول لنا لا يا جماعه انتوا لا انتوا مش انبياء ولا قديسين. لما يجي واحد فينا استاذ محمد يروح يتقدم لحد يتجوز بنته ولا اخته يقول له لا استاذ محمد والله انت ما انا عندي كذا وكذا ملاحظات عليك. احنا بنطرح طرح، بنتكلم في عقيده، بنتكلم في شريعه، بنتكلم في امور احنا نراها ان هي بتضر الانسانيه في اي مكان في العالم. اللي عنده رد على هذا الكلام يتفضل، اللي عنده رد على هذا الكلام يقول لنا انتوا غلطانين، اللي شايفنا غلط يقول يا جماعة انتوا غلطانين، انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ الكلام ده مش موجود في الكتب. لا احنا بنقول احنا بنتكلم من الكتب، قرآن سنة اقوال علماء، احنا شايفين يا جماعة اذا كنتوا تقبلوا هذا الكلام اتفضلوا قولوا. اما الحياة الشخصية دي كل واحد احنا في واقع افتراضي، في عالم افتراضي، كل واحد حر في نفسه. والخاص وانا قلتها مره وهقولها انا عن نفسي، انا ما كان في الخاص في حياتي سيظل في الخاص الى الابد، الى الابد لن يخرج الى العالم. وده ده كلام انا مقتنع بيه ومؤمن بيه، وبقولها لك برضو انت نفس الكلام يا قلبوش، خلي اللي يتكلم يتكلم، خلي اللي يقول يقول. انت راجل بتفتح بثك زي ما احنا شايفين كده بنتكلم في موضوع اي موضوع في الشريعه، اللي عنده رد في هذا الكلام يتفضل، اللي ما عندوش رد يستنى تحت ويسمع مننا ويتعلم، بس قولا واحدا ونقطة ومن أول السطر. طيب اسمحي لي بس عشان في عندي لايف تاني بدي اروح له. انا السلام عليكم، انا معلش عشان في عندي والله لايف تاني بدي اروح له. ف شكلها راحت لللايف الثاني بسرعه. اعرفكم مع الدكتوره اتش، يعني احد على الاسلام. تفضل تفضل سامعيني؟ هيك واضح الصوت صح؟ هو صوتك. انا فعلا في عندي الله يبارك لكم يا رب. هلا السؤال اللي حضرتك عم تساله اللي هو هل طابقت الاحاديث القران؟ الصياغه بدها شويه تعديل، يعني انت لازم تقول هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين لازم احنا نطرح السؤال حسب ما انتم تشتهون عشان تجاوبوا. لا 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 ما راح تخليني اكمل عشان انت تفهم بس نقطتي بس. لا انا فاهم بس مش انت اللي انت هتقاطع الاسئله يعني يا جماعه. ممكن بس اكمل الدكتوره؟ طب يا عمي انا مين؟ انا مش حد، انا حد براسي لحالي، الناس بيعرفوني. لا مش الفكره، ولكن لما الواحد لحظه سيدتي لحظه، الفكره انه لما شخص يا استاذ محمد صالح ما انت مش جالسه انت في منتدى اسلامي، افهمي في ناس غيرك موجودين في هذا الكوكب. انا عم برد. لما تجين تعجزين عن الجواب. أيوة. لا تجي لحظه يا سيدتي، انا لسه ما انا جاوبت لما يا استاذ لحظه يا لحظه حاولوا تفهموا. مش حسيت مسجد شعري. هذا مش منتداكم الاسلامي، هذا مكان فيه كل الناس، عرفتوا كيف؟ افهموا. احنا ليش انت مش مسلم يا استاذي؟ مش مسلم حضرتك يا دكتوره. خليكي ادي له فرصه يا دكتوره يخلص ويتكلم اللي انت عايزاه. انا ما اتكلمتش. لا طب استنى انتظر احمد الشام. لما بيكون في سؤال، لما في بيكون سؤال ما بتعرفون الجواب قولوا ما بنعرف، ما تجوا تقولوا لا السؤال يحتاج الى انا بقول لك الجواب. طب انا هقول لك الجواب، هل طابقت الاحاديث القران؟ نعم طابقتها، ما فيش اي خلاف. مشكلتكم ما بتسمعوا يا عزيزتي يا دكتوره. الان لو كنت سمعتي 10 ثواني كنت وفرتي على نفسك دقيقتين من الرابط. حاضر انا حاسمع، انا حاسمع. خليك تتكلم بس ما تتكلم. 10 ثواني اصبري. حلو اتكلم بعديها لما انا اتكلم لا تقاطعني. اسكتي شوية 10 ثواني، اسكتي شوية 10 ثواني. يا دكتورة انتظر يا دكتورة. في يا دكتورة يا دكتورة يا دكتورة يا دكتورة اهدي شوي اهدي شوي لو سمحتي اهدي. لما ما يكون عندكم جواب على السؤال قولوا ما عندنا جواب على هذا السؤال، لا تجي وتغيروا وتعدلوا في السؤال عشان تجيبوا عليه، هذه المسألة ببساطة. طيب
حضرتك اسمح لي بتقولي، احكي لهم حضرتك بتقولي اللي هي الأحاديث تطابق القرآن؟ ضمن حضرتك بتقولي القرآن. الأحاديث؟ لا ايوه لو سمحت ممكن اتكلم دقيقه من غير ما حد يقاطعني بعد طيب اذنك. اتفضل يا اتفضل. جنيد، من غير ما حد يقاطعك، هذا في المناظرات فقط في العالم. طيب يعني ايش بدك لحظة شوي كل ما احكي بس، لحظة لحظة سيدتي، بس بدي رد على كومنت لو سمحتي. لو سمحتي دكتورة، بالنسبة لك يا مازن، عم حاول اتفضل. طيرك ما عم يمشي الحال يا صديقي. حاولت كثير اني بعثت لك يعني دعوة، ما مشي الحال، حتى رجعت طلبت الاخ وليد، والاخ وليد دغري طلع، ما مشي الحال، عرفت علي؟ ف طيب أنا انا عم بعث لك دعوات حسب صارت. بدي تفضلي أجاوب. تفضلي دكتورتنا. ايه شوفي شوفي، سؤال واضح وصريح، ماشي؟ هل آه ترين ان حاضر الاحاديث أيوة نعم يعني نعم نعم طب حضرتك يا دكتورة، في آية بتقول كتب عليكم إذا حضر تقول أحدكم الموت، استنى قلبوش، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، وفي حديث بيقول لا وصية لوارث. طيب انت هل الان هل الحديث يطابق القرآن؟ يا استاذي اول ايش حضرتك تؤمن بالنسخ اصلا ولا لا؟ حضرتك لو سمحت الأول، هل يطابق، هل انت الحديث ده بتؤمن يطابق القرآن؟ بالنسخ؟ اه دخلنا في النسخ بقى، اه دخلنا في النسخ. ايش مرجعك للحديث؟ يا معلش أستاذة سمعت حضرتك الحديث قلت الحديث يطابق القرآن، هل الحديث ده يطابق القرآن؟ اه طبعا عادي يطابق دين الله عادي، يطابق. دين الله هو بس الآيات التي تتلى والذين ربنا سبحانه وتعالى هو كل ما جاء به محمد. انت كيف بتصلي؟ انت بتصلي ازاي؟ بتصلي خمس صلوات دخلنا فوق؟ بالخطوة أستاذ محمد. لا انا بدي منك انت كيف بتصلي؟ عندي طريقة للدكتورة، نعمل في نسبة. وصية مطلوبة قبل نزول آية المواريث، على فكرة في آية تانية في القرآن نسخت هاي الآية مش يا حديث. دكتورة يا يقول لك دكتورة يا ايه دكتورة يا دكتورة، أنت استاذ قلتي إن الأحاديث يطابق القرآن، هل أي ايوه تاني المرة التانية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين تكتب والأقربين، عليه هل واحد تطابق حاضر حديث لا وصية لوارث؟ نعم نعم إزاي؟ نعم إزاي؟ نعم هنا بقول، هنا بقول محدش يوصي في القرآن، وفي الحديث بقول، هنا بقول لأنه في يوصف في آية القرآن، تانية وبره بقول لا اسمع وصية. بس نعم اسمع بس اسمع بس القرآن اتفضل. نفسه، القرآن نفسه، ايوه القرآن نفسه نزلت ايوه بعد آية وصية، بعد آية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ترك خيرا وصية الوالدين والأقربين، القرآن نفسه نزل بعد آية نسخت هاي الآية طب وهي والعلماء اللي بمشيئة قالوا، نفسه والعلماء اللي قالوا ان ان الحديث ده الله. نسخ الآية، والعلماء اللي قالوا ان الحديث ده نسخ الآية، نعمل في اقوالهم ايه؟ اقوال مش لحاله مش لحاله، نعم في آية تانية، لا، في العلماء آيات اللي قالوا، تانية العلماء اللي قالوا، الائمه الاكابر، الامام مالك والامام ابو حنيفه والامام احمد بن حنبل، قالوا ان الحديث نسخ القران. نعم هات المرجع، هات المرجع انت تبعك، ما هات تعرفش الكتب حضرتك ان العلماء دول قالوا ان الحديث ينسخ القران والامام الشافعي خالفهم؟ يا أستاذ الحديث هذا أصلا صحيح، لكن هو لم يرد في البخاري ومسلم، لكن ورد في أبو داود نسخ والترمذي الايه ولا ما والسكري. نسخش؟ نسخ الايه ولا ما نسخش؟ الحديث لحاله، الآية التانية اللي نسخت، ما أنا بالشغل ما تخلينيش يعني في أعلي علماء صوت. الاول، في علماء قالوا ان الحديث نسخ الايه ولا ما فيش؟ الآية اللي نسخت آية ربنا سبحانه وتعالى جاوب. نزل بعدين آية طب بقول لك جاوبيني لو الاول لو نزل سمحتي، فيه. لو سمحتي، في علماء قالوا ان الحديث نسخ الايه ولا لا؟ لا الآية التانية هي اللي نسخت هاي الآية. لا انت بتقولي لا. أيوة الآية التانية اللي في سورة النساء اللي طب هي آية واذا كان في، واذا كان في علماء، واذا كان في علماء قالوا ان الحديث نسخ حاول الايه. هات الأدلة تبعتك بعد، هات أدلتك، كلامك مش مظبوط، طيب ربنا نسخ. أنت طب قول لي معلش، قول لي معلش لما طب ربنا واذا كان، يقول واذا كان كلامي للرجال واذا كان كلامي أنت مظبوط تعتذر للناس؟ للرجال نصيب مما ترك لو الوالدان سمحت، واذا كان والمقربون كلامي عن مظبوط تعتذر للناس الاول؟ هقول الأم الكلام، عم بقرأ بآية انت حرام مزع... انت عليك. انت داخله متعصبه علينا ليه؟ انت داخله متعصبه علينا ليه؟ خلوني احكي يا عمي، بتعلم زهق من الاستاذه طيب الشاوي. طيب بالراحه، بس بالراحه بالراحه. طيب يا دكتور ربنا سبحانه وتعالى نسخ هذه الآية بآية الوصية للوالدين والأقربون، نسختها آية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون والنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منها أو كثر نصيبا مفروضا، هاي الآية هي اللي نسخت الآية الأخرى وليس فقط الحديث، الآية اللي نسختها الآية ربنا قال في الأول إنه اتركوا الوصية، وبعدين بعديها نزلت آية تحديد تحديد الميراث، فعلى أي أساس حضرتك جاي تقول لي فقط الحديث؟ الحديث
ممكن لو سمحتي فهمنا دكتورة دكتورة فهمي فهمنا بس لحظة أعطي دور لغيرك يحكي أعطي دور لغيرك سمعناكي خلي خلينا نسمع غيرك إذا بتريدي إذا بتريدي أعمل ميوت فنسمع غيرك اسمع بعد إذنك سمعناكي وأنت شرحتي لنا لو سمحتي قلتي الآية هاي نسخت هذيكي لو سمحتي إذا بتريدي خلينا نسمع الدكتور خالد ونرجع ونسمع إذا بتريدي اعمل ميوت عشان نسمع دكتور خالد ثم نسمعك مرة أخرى. ما عملت فولو أنا عندي والله بس هلأ تاني بدي أروح له. ما عنديش اسمعي اسمعي الكلام عشان لما تطلعي تعرفي شو راح ينحكى ما تقولي حكينا بغيابك. ماكي دقيقة اصمتي خلص كان بس بعد إذنك اعمل ميوت اعمل ميوت خليه يتكلم. تفضل أخي خالد. طبعا بس عشان أقول لها ان كلامها طبعا انا اسف في الكلمه تروح ترميه في برضه في اقرب سله مهملات لانها بتقول ده هاري وهبد. حضرتك لو سمحت اعملي ميوت اعملي ميوت لانك انت بتتكلمي باسلوب سيء فتتعلمي الادب لو سمحت. اعملي ميوت اعملي ميوت اعملي ميوت اعملي ميوت اعملي ميوت اعملي ميوت. طبعا زي ما انا قلت هي داخله معرفش متعصبه ليه وداخله بتتكلم باسلوب مش كويس ليه. الكلام ده تكلم فيه العلماء سابقا وده كلام يعني موضوع كبير مش اول مره يطرح مش اول مره يطرح موضوع نسخ السنه للقران تكلم فيه العلماء وزي ما انا قلت ان حتى قالوا ان آية كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية قالوا ان فيها حديث لا وصية لوارث نسخها مع ان فعلا في قالوا ان في آية تانية هي اللي نسخت هذه الآية وده طبعا قول بعض العلماء وزي ما انا قلت ان الامام الشافعي حتى اعترض على ذلك وقال لا ان القرآن لا ينسخ الا بالقرآن. أنا هجيب لكم على ما أعتقد في فيديو مشهور للشيخ محمد حسان على ما أعتقد أرجو لو حد يعرف يفتحه ونسمعه سوا ونشوف كلام الشيخ محمد اللي هو نسخ السنة للقرآن. ياريت حد يجيبه من على اليوتيوب لو تجيبه اسكندر من على اليوتيوب ونسمعه ونشوف هيقول لنا. هجيب لك إياه شو اسمه بالضبط دكتور خالد؟ نسخ السنة للقرآن الشيخ محمد حسان. طيب عمل ما يجيب الفيديو بس يا جماعة عشان في خبرة في دكتورة إتش لأنه حتشوفوها الفترة الجاية كتير رح تطلع أكيد عندكم على البثوث عشان تعرفوا أنتم مع مين عم تتعاملوا. أنا على فكرة هذا موضوع مش شخصنا. قبل 3 سنوات على تطبيق كلوب هاوس كان في طبعا شخص اسمه أحمد الشامي. أحمد الشامي هذا اللي في يوم من الأيام نظر سراج حياني لو تذكروا موضوع المخطوطات وهيك. هذا أحمد الشامي كان بتعارك هو بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في إقامته الحد على ماعز الغربية وقد ذكرت حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنفا. فهذا الحكم ساقط في شأن أو في حق التيب والتيبة بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هذا هو القسم الأول أو الحكم الأول من أحكام هذا القسم من أحكام النسخ. أيضا في قوله تعالى طيب خلاص يا آدم خلاص يا آدم بصوا يا جماعة أظن طبعا الكلام كان واضح. الدكتورة اللي قالت بطلوا هاري وكانت حتى بتتكلم بأسلوب أنا آسف في الكلمة معرفش يعني هي مش هتخلصها مش هتكلم على أسلوبها لكن هي شككت في كلامنا أو شككت في كلامي أنا تحديدا حينما سألتها أو قلت لها إن بعض العلماء قالوا إن السنة تنسخ القرآن فقالت ده كلام كذب ومفيش ده كلام كذب ومفيش. سمعنا ولكن انا هقول لكم اكتر بقى وهقول لكم تفصيل. وانا قلت طبعا نفس الكلام وقلت ان الامام الشافعي خالف في ذلك. الامام مالك والحنفي واكثر المتكلمين على ان السنه تنسخ القران. ليه؟ استدلوا بايه؟ قالوا لان الاثنين وحي. الاثنين وحي، القران وحي والسنه وحي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. والنبي في الحديث الصحيح قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فقالوا إن السنة المتواترة
تنسخ القرآن بس قولا واحدا. ده قول الإمام مالك يا دكتورة لو كنت بتسمعين، مش واحد، مش حتى عالم عادي، مش حتى عالم عادي، والحنفية وكثير من علماء المتكلمين. فاحنا ما بنجيبش الا انا لما تقولي كلمة وتقولي وتكذبيني تجيبي دليلك، وانا اجيب دليلي، وانا اجيب دليلي. وسمعنا الشيخ محمد، ولا الشيخ محمد هو كمان متعاطف معانا ولا مأجرينه؟ يعني الشيخ محمد كمان معانا؟ يعني الشيخ محمد نقل قول الإمام القرطبي، قال أن حذاق الأئمة، حذاق الأئمة، شفتوا الكلام، على أن السنة تنسخ القرآن، وخالف في ذلك زي ما أنا قلت برضو الإمام الشافعي. أنا قلت الكلام، قلت أن الإمام الشافعي قال في ذلك، لأن أنا مذهبي شافعي، أنا أصلا مذهبي شافعي. استنى يا عم وليد ما تستعجلش، أنت داخل حامل إيه؟ بس ده الكلام اللي احنا قلناه. فاللي يتكلم ويشكك في كلامنا او يكذبنا يكون عارف هو بيقول ايه قصادنا، يكون عارف هو بيكلم مين. محمد يعني ما احترمنا الاستاذ محمد زي ما قال، والناس عارفه يعني عشرات السنين في دراسه الشريعه، احنا دارسين شريعه من، انا اسف في الكلمه، يعني انا مش عايز اقول لكم ان انا يعني جودت القران وانا عندي 9 سنين بالظبط، سن زواج السيده عائشه، كنت محافظ القران ومجوده. البخاري انا قراته وانا عندي 14 سنه كامله، كاملا، يا ريتهم كانوا جوزوا كاملا. فمحدش، اوعى محدش يجي يلعب معانا هنا. بس شكرا يا قلبوش، شكرا يا حبيبي. لو سمحت قلبوش، انا حابه اقدم طرح جديد، في عندي طرح، في بلاقي فيه كمان يعني غير تطابق بين الحديث والقران. لما بس بالايه بيقول فلما قضى منها زيد وطرا، فهون حرم الدين بالتبني. صوتي واضح ولا لا؟ واضح واضح، بدي احكي شغله، تفضل. بيرجع بيقول بالحديث الولد للفراش، وألزم الزوج أن يتبنى أبناء رجل آخر من ذكور وإناث. فهون ما في تطابق بين الحديث والقرآن بهذا الأمر، خصوصا أنه لما بيكونوا الأولاد إناثا، فكيف يعني بيكون عم بيربيهم أب ليس أبوهم، وقد حرم الإسلام التبني. فهل يوجد تبرير لدى المسلمين لهذا الطرح؟ تمام. بس بعد اذنكم خلوني اول شيء ارجع امسي عليكم جميعا، منورين الكل. وطبعا فص نص بدي اقول له طبعا صباح ولا ظهر الخير، كل مساء الخير اخي وليد. طبعا اخي وليد قبل ما تفتح المايك وتسلم علينا، هو من اكثر الناس اللي ساندوني ودعموني ووقفوا جنبي وكانوا سند لإلي ببدايتي لما بلشت افتح اللايفات، وكنت يعني بوصلتي هيك تايهة. فكان له الفضل الكبير 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 بصناعة المحتوى تبعي، بصناعة اللايفات تبعي، وأحد الناس اللي مرضته اللايفات تبعي لدرجة إنه يعني بفوت بيطلع هيك إنه غبت عليك يمكن هالشهرين 3، رجعت لقيت يعني بس غير أشخاص، أما الفكر هو والطرح هو فشي بمرض صدفة. بس شو بدنا نساوي، نحن مداومين على هيك. شكر طبعا، يعني هي شكر، وهي منورنا اخي وليد، يسعد لي قلبك. تسلم حبيبي قلبوش، ومرحبا للكل، وشكرا حقا على هذه المثابرة. صراحة أنا ما عندي شجاعتك ولا قوتك ولا طاقتك، يعني أنت إنسان عظيم بالنسبة لي، حاولت أكون مثلك ما قدرت. يعني تحية كبيرة لك حبيبي قلبوش. بالنسبة لموضوع البث، هل طبقت الأحاديث القرآن؟ أولا الأستاذ خالد يقول لي طالع وين أنت، يعني هذا أظن أنه من قرار قلبوش. مش أنت، مش هو خربط بينك وبين الشخص اللي فوق سلوى، أو مش عارف إنه فتحت المايك. فطبعا أخ خالد ما بيعرفك وما بتعرفوا بعض، يعني انتوا 2 بنفس الطرح، بنفس القدرة، بنفس المعرفة، عرفت؟ 2 يعني عندكم، بس ما بيعرفك بيش، لكن هو خربط بينك وبين الست سلوى لما طلع عند الصوت، عرفت علي؟ فأنا بعرف خالد وبعرف. ما في مشكلة أبدا قلبوش. طيب يعني حبيت فقط أكمل على حديث، على كلام الدكتور خالد. هو قال يعني نقلا عن محمد حسان، قال الحذاق وقال الأذكياء أن النسخ كذا وكذا وكذا.
طيب الإمام الشافعي يعني خالف كلام الشيخ محمد حسان وحتى أحمد بن حنبل، على ما أتذكر أنهم قالوا حتى السنة المتواترة لا تنسخ القرآن. طيب على أي أساس أختار أنا يعني؟ أختار يعني أحمد بن حنبل أو الشافعي أو ابن قدامة أو ابن تيمية أو فلان أو علان؟ لماذا يعني الإله لم يختصر علينا هذا العناء ويحدد لنا بالضبط ماذا ينسخ وماذا؟ مثلا في البرمجة، أنا يعني أحب مجال البرمجة، في كل عام هنالك نسخ جديدة يعني، والناس اللي يعني الناس اللي مسؤولين عن لغات البرمجة لما يصدرون أحكام جديدة في لغات البرمجة يقولون يا جماعة طيب هذه الفقرة ما عاد نستخدمها، من الآن فصاعدا سنستخدم هذه الفقرة في هذه اللغة من البرمجة. ليش الإله ما حدد لنا هذه الأمور يعني بطريقة دقيقة تمنع أو على الأقل تقلل الخلاف وتجمع الأمة؟ أليس الهدف هو جمع الأمة؟ إذا لماذا هذا الإله ليس بدقيق ولا يعني يساعد الناس على فهم كتابه؟ يعني هذا الاختلاف هو سبب انقسام الأمة إلى سنة وشيعة وإلى إباضية وإلى وهابية إلى آخره إلى آخره. السؤال ليش الإله ما يحدد وما يضبط مصطلحاته وما يضبط قوانينه، رغم أنه يقول أنه هو الإله كلي العلم كلي المعرفة كلي الحكمة، ويقول في القرآن أن كلامه دقيق، وحتى في السنة، السنة تؤكد أن الله قد يعني حدد لنا كل شيء نحتاجه، فأين حدد لنا أن هذا الأمر ينسخ هذا الأمر بالضبط أو هذا الأمر لا ينسخ ذلك الأمر بالضبط؟ انا بس عايز اقول كلمه قربوش على السريع، ان اللي قالوا بمنع او ان القران لا ينسخ بالسنه الامام الشافعي والظاهريه طبعا، وهتتعجبوا بقى من الكلمه ديت، وروايه عن الامام احمد اللي درس اصول الفقه او قرأوا فيه زي او تعمقوا فيه زي هنا كده، والاستاذ محمد عارفين دايما الامام احمد في اراءه الفقهيه او في الاراء الاصوليه هنلاقي دايما له رايين، يعني دايما عنده روايتين، روايه كده وروايه كده، يعني هو له روايه الله روايه عن صالح. يا سلام عليك فعنده روايه هو، وفي روايه عن ابنه عبد الله ان ده بيمنع وده بيجيز. طبعا بقى زي ما الاستاذ كان بيتكلم، طب احنا مع مين نختار مين؟ طب ده واحد بقى، مش هنقول بقى امام وامام، لا هو نفس الامام، هو نفس الامام له رايين، نفس الإمام له رأيه في مسألة كبيرة مش مسألة سهلة، يعني نسخ القرآن بالسنة يعني إحدى الروايتين عنه إن هو يمنع، والرواية الثانية. الدكتور اسمح لي في طرفة في هكذا في قوس بسيط عن أحمد. مشكلة أحمد إنك أنت عشان تعرف مذهبه لابد أن يكون عندك علم بالناسخ والمنسوخ من أقواله يعني. صح. وخلي بالك يا استاذ محمد، احنا حتى لما كنا بندرس، انا لسه فاكرها بقولها دايما بفكرهم بيها، لما كنا بندرس المذهب الشافعي في الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع، وانا يعني اشرف ان انا لسه الى الان ما زلت احفظ الكثير منه، يعني كنا نقرا كده، لسه فاكر كمان كان كاتب كده: والذي ينقض الوضوء سته اشياء، ما خرج من السبيلين، والنوم على غير هيئه المتمكن، وزوال العقل بسكر أو مرض، ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، ومس فرج الآدمي بباطن الكف، ولمس حلقة دبره على الجديد. يعني إيه الكلمة دي؟ يعني إيه كلمة ولمس حلقة دبره على الجديد اللي هو إيه؟ طبعا لو قلتها لشيوخ كتير من دلوقتي والله ما لو قعد عايز يروح تاني يروح يذاكر من اول وجديد عشان يعرفها من الكلام. طبعا الامام الشافعي كان بيتكلم على نواقض او الاقناع اللي هو اللي احنا كنا بندرسه، بيتكلم على نواقض الوضوء، فبيقول اللي بينقض الوضوء سته اشياء: ما خرج من السبيلين، النوم على غير هيئه النوم على غير هيئه المتمكن، يعني لازم تكون نايم وانت، انا اسف في الكلمه، يعني المقعده لازقه في المكان اللي انت نايم عليه، سواء كان بقى كرسي سرير، انما لو ميلت كده او كده يبقى انت مش متمكن، فممكن يطلع اي حاجه. وزوال العقل بسكر او مرض، ولمس الرجل المراه الاجنبيه من غير حائل،
ومس فرج الآدمي ببطن الكف ولمس حلقة دبره على الجديد. الجديد اللي هو إيه؟ الجديد اللي هو مذهب الإمام الشافعي الجديد اللي عمله في مصر، إن كان له مذهب في العراق ولما جه مصر عمل المذهب الجديد، عمل زود حاجات فكتب كده، فاللي بيكتب كتب كده لمس حلقة دبره على الجديد. نفس الكلام الإمام أحمد، نفس الكلام زي ما الأستاذ محمد بيقول، لازم نكون عارفين بقى النسخ والمنسوخ بتاع الإمام أحمد بن حنبل. تفضلوا يا جماعة. طيب أستاذ خالد، يعني لم تجب على سؤالي برأيي. أنا سألتك ليش الإله ما حدد ماذا ينسخ ماذا فقط. لا حضرتك حضرتك ما تسألنيش، أنا أسأل بقى الشيوخ، أنا ماليش علاقة، أنا عرضت رأي الشيوخ، إنما ليه الإله وده تسأل الشيوخ. تسأل الشيخ محمد حسين. أستاذ خالد هذا هو المشكل، يعني أسأل الشيخ محمد حسان بس أنا مو مقتنع بالشيخ محمد حسان وفي علماء. أستاذنا أستاذ وليد وردة، أستاذي حبيبي، هو حتى لو سألت الشيوخ ما راح يجاوبه، فأنا في رأيي بالضبط. أنك أنت تختصر الطريق وتسأل الله سبحانه وتعالى نفسه، يعني ما حد بالضبط. بالضبط أستاذ محمد، يعني مين أسأل؟ أسأل ابن عثيمين أو أسأل ابن باز أو يعني أصلا مين أصحاب المذهب لأسألهم؟ المالكية أم الشافعية أم الحنابلة أم الحنفية؟ يعني ليش الإله ما اختصر العناء على متبعيه ويحدد كل شيء؟ ليش؟ يعني انت مثلا حاليا لو بدك تناقش البوذيه، بدك تقرا الفقه البوذي والفقه المقارن واصولهم وكذا وكذا، لا امر مو منطقي ابدا. في الف ديانه، في الاف الديانات، هل انا ادرس فقه كل هذه الديانات عشان انا اقرر ما هي الديانه الصحيحه او اقرر ما اراد الاله مني ان افعله؟ هذا عبث، والاله من المفترض الا يكون بعبثه. وإلا يعني نحن صراحة في قواعدنا لا نستمع لكلام الناس بل نستمع للحجج المنطقية. يعني بالنسبة إلي لما تقول لي قال فلان وقال علان، صراحة هذا الأمر لا يغني ولا يسمن من جوع. أنا أريد المنطق والحجة، أقنعني ليش الإله ما اختصر العناء على أتباعه وحدد كل شيء، أم أراد أن نختلف وأن نتفرق؟ يعني الإنسان اللي يقول لي صراحة اسأل الشيوخ، يعني إنسان يحفظ كلام الشيوخ ولكن مو فاهم القصة. أنا حاليا في مجال تخصصي مثلا، لو تسألني عن شيء أنا دارسة من المفترض يعني أني أجيبك على أي شيء في تخصصي، أو على الأقل سأقول لك يعني دع لي متسعا من الوقت سأراجع هذا الأمر وأعود إليك بحجج منطقية وليس بكلام ريتشارد دوكنز أو كلام نيتشي أو كلام فلان أو كلام علان، لا بل سأتيك بالمعلومة وسأشرح لك المعلومة. بس المشكل مع الشيوخ أنهم كلهم غارقون في هذه الحلقة المفرغة عن 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 عن، سأذهب حتى إلى الشيعة سيعنعنون، كل حد يعنعن، يعني عمل أخذ عن الشيعة عن السنة أصلا. هو المصيبة لما يجي يقول لكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني لو ما قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني تقول لا معلش، يعني في أمور ما وضحها لنا، بس ولا جالس يعني بتفشخر عليك فشخرة كذابة أنه عنده كل حاجة وتفصيل وتبيان لكل شيء. كذب هذا الكلام، مش صحيح. أنا دائما أضرب منكم، عندي سؤال دائما بسأله. خلينا قبل ما ناخذ السلوى، لأن يمكن مش عارف السلوى أول مرة بتطلع معنا، عندي سؤال دائما بسأله لحالي وسألت كثير، عندي ألف سؤال. مش بعد الحجة مثلا هو في صوت، تفضل معلش، تفضل وارجع برجع سؤال عادي، مش طبعا من اللغة عرفتوا أنا منين. عموما أنا داخلة باسمي وبكل حاجة، ربنا يستر. المهم أنا دخلت خارج الموضوع، أنا حبيت أحيي أخ قلبوش وحبيت أحيي الأستاذ محمد صالح والدكتور، وعاوزة أقول كلمة للدكتور محمد صالح خاصة، اتكاثروا تزوجوا جيبوا أولاد مثلكم، اعملوا حاجة
يا رب تكون أمتكم جابت زيكم كتير كتير في العالم، عشان أنا واحدة من الناس مرتاحة نفسانيا معاكم، نفسيتي اتغيرت، حسيت بالدنيا، وليت نحب الدنيا، مش عارفة تعرف، بحب أقول لكم برشا كلام باهي، برشا يسمعوا فيكم، راهو من تونس ومن المغرب، وممكن خايفين ما يتكلموش، لكن انتم حاجة عظيمة والله، وانا نصحت كل العائلة وحتى كل الناس، قلت لهم نجموا تسمعوهم، راهي حالة نفسية غريبة، تحسوا بأمان، ما عادش تحسوا بالخوف. انا كنت انسانة ياسر خايفة في حياتي، نبكي يا سيلو، فرحانة بكم برشا، وخصوصا محمد صالح والدكتور وقلبوش والدكتور، انت حاجة عظيمة عظيمة جدا، تعلم منك، داويتني، كنت نرقد بالدواء، كنت نشرب الحبوب عشان انام، وليت ما عادش نرقد، وليت نستناكم، وليت نرقد من غير الأدوية، ما عادش نخاف، وليت نحب كلبي اللي كانوا قالوا لي كلبي يلزمك ما عادش تقبله في الدار، حاجة تعبتني نفسانيا برشا، وتوا الحمد لله ما نعرفش فما إله، ما نعرفش كون نحمد اللي أنا ولي ما نجمتش ما لوحتش كلبي. شنو باش نقول لكم، حاجة ياسر باهي، انتم حاجة ياسر فوق الخيال، شكرا ليكم، تكاثروا ارجوكم، تزوج استاذ محمد جيب اولاد، دكتور خالد تزوج جيب اولاد، قلبو جيب اولاد، خليوهم خلي تستمروا هنا، وكهو ما عنديش كلام عليك، جيبين الزوجة بس والله تزوج سوتو دكتور خالد تكاثر، ما نعرفش ان شاء الله فهمتوا كلامي، كل الكلام فهمتوه، وانا هاني قلت لك دخلت باسم لقب العيله، الله اعلم شنو باش يجرى، مانيش خايفه بما اني في بلادي، يعني مانيش في بلادي. شكرا استاذ محمد صالح اسمع صوتك، شكرا دكتور خالد اسمع صوتك، انا موجوده معكم دائما، سامحوني على الاطاله لكن من فرحتي وكاني فرحانه كثير معكم، مشارك كان اجمل من اي تعبير. تفضل اخي محمد. والله شو اقول، انا بيسعدني انه اقدر، اذا كان في حاجه، اذا في ناس مثلا بيسعدوا بهذا الكلام هذا شيء يسعدني، ولكن انا اعتقد عزيزتي سلوى هانم انك المفروض تشكري نفسك انك امراه شجاعه وامراه قادره تخرجي من الخرافات وقادره تفكري وقادره تسمعي بدون خوف. فالناس اللي بيتكلموا كثر صراحة، ولكن الناس اللي بتسمع قليل، يعني هو المفروض يكون العكس، ولكن هذه هي الحقيقة. يعني احنا خاصة في العالم العربي الكل بيتكلم، ولكن مش قليل من يسمع. يعني عشان هيك احنا عندنا حالة من الغوغائية وما عندنا حالة من الفهم. فأنا لذلك أعتقد عزيزتي انك المفروض تشكري نفسك، روحي قدام المراية، طبطبي على أكتافك وقولي عفارم عليك سلوى، أنت إنسانة شجاعة، وأنا أحييك على شجاعتك، محباتي لك. شكرا. قلبوش إذا بدك فقط بدي إضافة على كلام سلوى. تفضل دكتور خالد تفضل. لا طبعا أنا يعني لا. أنا بس هقول خصمص. أنا الكلام إلك بس شوي بعد اذنك، بدي الكلام خص نص لك، ليش هذا نوع من العتب لك، انه انت غيابك هذا مؤثر علي انا بالنسبه لي شخصيا، فلازم يعني هذا مثل حظ لك لا ترجع. تفضل اخي خالد وبدي ارجع. تفضل. طيب بس انا عايز طبعا مشكور يا استاذ سلوى على الكلام، احنا طبعا احنا الكلام كبير علينا وكتير علينا، احنا زي ما الاستاذ محمد قال بالعكس، انتوا اللي منورين، وانتوا اللي فعلا تثلجوا الصدور وتحسسوا ان الواحد ان هو يعني زي ما بيقولوا ما بينفخش في قربة مخرومة. يعني لو واحد، انا كنت بقول دايما انا اعلم دائما ان في ناس صامتة ما بتتكلمش لكن هي تسمع وتفكر، انا متأكد من كده، يعني انا متأكد من ذلك 100%، وقلت ان القطار انطلق ومش هيرجع تاني للمحطة،
خلاص القطار التنوير، وقلت الكلام اللي بقوله الأستاذ محمد وغيره خلاص حفظ، وإنا نحن اخترعنا النت واليوتيوب وإنا له لحافظون. أنا طبعا بفرنج وبعرب الكلمات الأجنبية عشان تمشي مع الكلام العربي، فخلاص ده حفظ ولن يذهب خلاص، عشان تبقوا عارفين، ولا محتاج حد يجي ويجيب شهود عليه، ولا محتاج حد ينقحه ولا ينقط ولا يشكل، لا دي فيديوهات موجودة على اليوتيوب وعلى النت، مش عادتش طالعة من النت نهائي، لو السماء اتطبقت على الأرض. فالفيديو بتاع الأستاذ محمد موجود، موجود النهاردة وبكرة وبعده وبعد 1000 سنة هيبقى موجود، بعد 1000000 سنة هيبقى موجود، وأحسن طريقة للحفظ وأحسن طريقة للنقل بس قولا واحدا. أما الطريقة التي اختارها الإله العظيم القدوس أن ينقل لأشخاص لا يعلمون القراءة والكتابة ثم يكتبون على اللخاف والعشب والرقاع، وطبعا عشان نترجم لكم أصلا معنى الكلمات ده عايزين لنا 3 أيام عشان نقول لكم الكلام ده أصلا معناه إيه، عشان ينقل كتابه، الإله اختار هذه الأشياء عشان ينقل كتابه الخاتم، كتابه اللي هيفضل للأمم لحد يوم القيامة، فينقله على اللخاف والرقاع والعشب. أما الآن القطار التنوير انطلق، انطلق به ناس أفاضل أكابر درسوا وقرأوا وحفظوا، مش أي حد بيتكلم في هذه المواضيع، لا بالعكس دول ناس علماء قارئين جيدا لهذا التراث وبيشرحوه للناس. إحنا نتمنى بس فقط إن الناس تسمع وتشوف وتفكر، هل نحن مع الحق؟ هل نحن نقول الحق؟ هل نحن نقول الصدق أم لا؟ وإحنا موجودين، واللي عنده شايف إن إحنا نقول غير ذلك يتفضل يقول لنا يا جماعة أنتم بتقولوا غير ذلك، أو كلامكم غير صحيح، ونحن إحنا ندور مع الدليل حيث دار، وندور مع الحق حيث